السلام عليكم أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا اليوم في التعبير الكتابي للمستوى الخامس، توسيع فكرة الشرح، الحصة الأولى والحصة الثانية، إعداد للكتاب. أتهيأ. أذكر أنشطة لكامل الحرية في ممارسة داخل المدرسة. إذا سأذكر بعض الأنشطة التي لكامل الحرية ممارستها داخل المدرسة، مثلا المساهمة في التنشيط داخل الفصل أو خارجه، التعبير عن رأيي بحرية، المساعدة أصدقاء وصديقتي في على الحل. إذا أقوم أولا، أذكر أنشطة لي كامل الحرية في ممارسة داخل المدرسة، مثلا أقول المساهمة في التنشيط الفردي والجماعي داخل الفصل، التعبير عن رأيي بحرية، مساعدة أصدقائي وصديقاتي في حل التمارين المدرسية. إذا أتمرن، أستمع للشرح الذي يقدمه أستاذي أو أستاذتي لأتعرف طريقة توسيع فكرة الحق والواجب. إذا لدينا فكرة سنقوم بتوسيعها. أحاور صديقي وصديقتي بخصوص الأشياء التي يجب القيام بها داخل البيت. إذا أخطط، تم تزيين جدران قسمنا بكتابات تحمل أفكار توجيهية، من بينها حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. أنجز موضوعا إنشائيا بتوسيع هذه الفكرة. إذا سنقوم بتوسيع في هذه الفكرة، حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. إذا أولا نحاور صديق وصديق حول بعض حقوقنا وواجباتنا. إذا قمنا باستخراج بعض الحقوق والواجبات. أولا بعض الحقوق: الحق في التربية والتعليم، الحق في التمتع بالصحة والسلامة البدنية، الحق في العدالة. بعض الواجبات: الحفاظ على البيئة، طاعة الوالدين، حفظ البدن، والجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي. إذا أستعد للتوسيع الفكرة انطلاقا من توجيهات أستاذي وأستاذتي. ثانيا أنتبه إلى النموذج الذي تقدمه أستاذتي وأستاذي لأحدد الخطوات توسيع فكرة. رابعا أقرأ النص الموضوع وركز على فكرة حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. إذا هذه الفكرة سنقوم بتوسيعها. أطرح الأسئلة الممكنة حول معنى هذه العبارة، ثم أبحث عن شرح مفردة. إذا قمنا بطرح بعض الأسئلة، مثلا نقول: ما هي حقوقي وواجباتي؟ متى تنتهي حريتي؟ لماذا يجب أن يعيش كل الناس أحرارا؟ إذن هذه بعض الأسئلة من أجل الإجابة عليها والتوسيع هذه الفكرة. إذن أدون المعلومات الضرورية حول حقوقي وحقوق الآخرين وواجباتي وواجبات الآخرين. ننتقل إلى الحصة الثانية. في محاولة الأولى أكتب مسودة موضوع بالاستعانة بما خططت له وما أعرفه من حق عن الحق الحرية وحدوده وواجب احترام حرية الآخرين مع مراعاة ما يلي: حسن تركيب الجمل، التركيز على شرح الفكرة، الانتقاء المفردات المناسبة للشرح. إذن هذه هي العبارة سنقوم بتوسيعها. حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. إذا قمنا بمحاولة الأولى سنكتب ما يلي. إذا قمت بإنجاز هذا المشروع، أولا سنقول: حقوقي وحقوق كل إنسان هي الحرية والعمل والكرامة والأخوة الإنسانية. إنني ولدت حرا وجميع الناس ولدوا أحرارا ومتساوين في الحقوق والكرامة، وليت الناس جميعا يتعاملون فيما بينهم بروح التعاون والإخاء، لي الحق في الحياة وفي العيش حرا آمنا مطمئنا وفي التعلم وفي الحفاظ على ما أملك، ولا يجوز لأحد أن ينتزعه مني. فكن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، كما لي الحق في التصرف بحرية والتعبير بطريقة التي أريد، لكن من واجب احترام الآخرين لأن حريتي تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. إذا سنعيد:
حقوقي وحقوق كل إنسان هي الحرية والعمل والكرامة والأخوة الإنسانية. إنني ولدت حرا وجميع الناس ولد أحرارا متساوين في الحقوق والكرامة، وليت الناس جميعا يتعاملون فيما بينهم بروح التعاون والإخاء. أيضا لي الحق في الحياة وفي العيش حرا آمنا مطمئنا، وفي التعلم وفي الحفاظ على ما أملك وما يجوز ولا يجوز لأحد أن ينتزعه مني. فكن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، كما لي الحق في التصرف بحرية والتعبير بطريقة التي أريد، لكن من واجب احترام الآخرين، لأن حريتي تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. وبهذا سنكون قد انتهينا من هذا الدرس، وشكرا لكم.